احنا عايزين نعمل مع بعض كريمة بسكوت طالعة موضة جدا جدا الفترة اللي فاتت وغالية ومش موجودة في كل حتة. الكريمة البسكوت دي بالقرفة هو عبارة عن بسكوت معروف اليومين دول وهو بنكهة القرفة والجنزبيل، بيحطوه على التشيز كيك، بيحطوه على كمية الحاجات اللي مش طبيعية نازلة دلوقتي في كل حتة تشوفوا ايه كريمة البسكوت دي. فانا قلت اعملها معاكم، هي طبعا يعني برضو مش هتطلع زي الاصلي 100% بس قريبة جدا من الاصلي. ليه مش هتطلع زي الاصلي 100%؟ عشان بيحطوا مستخلصات مش عارفة الصويا ويحطوا مش عارفة ايه وايه حاجات كده، ايه يعني احنا ما نقدرش نحطها، لكن الوصفة دي قريبة جدا 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 من الوصفة الاصلية. هقول لكم على مقاديرها دلوقتي حالا، نغطي بس شوية. معانا لكريمة البسكوت اللي بالقرفة 100 جرام بسكوت، يكون اللي هو البسكوت اللي بالزبدة، بيبقى بسكوت بالزبدة يعني مش البسكوت اللي هو بيبقى زبدته قليلة قوي، ولا البسكوت اللي بالقمح الكامل، لا بسكوت شاي عادي بالزبدة. خلاص طيب، اي نوع مدور مربع اي نوع موجود سادة يكون بالزبدة، الزبدة باينة فيه. 100 جرام منه نكون محمصينه في الفرن تاني شوية، يعني بجيب البسكوت واروح مدخلاه الفرن ياخد له تحميصة اكتر شوية عن اللي جاي عليه، يعني احنا نجيب علبة البسكوت كده ونحمصها تاني شوية لون ازيد شوية في الفرن. بعد كده بنحط عليه 50 جرام زبدة، 50 جرام كريمة لباني، معلقتين كبار عسل ابيض، ومعلقه نص معلقه صغيره جنزبيل بودره، وما نكترش، نمشي بالظبط على المقادير عشان انا يعني قعدت اجرب وازود واحط وانقص واعمل، فهي كده مظبوطه ان شاء الله. نص معلقه صغيره جنزبيل بودره، ومعلقه كبيره ممسوحه من القرفه، ورشه ملح، ما ننساش رشه الملح مهمه جدا. خلاص هنعمل ايه بقى فيها؟ هنروح ضاربين البسكوت اول حاجه، خلاص هبتدي بقى اضيف بقية المكونات. معايا الزبدة، اضمن بس انها اتخلطت كويس جدا مع البسكوت، هحط فيها رش القرفة اللي احنا قلنا معلقة كبيرة ممسوحة، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل عشان ما يبقاش طاغي ويبقى معيار مظبوط، مش يعني ما يبقاش جبل يعني. رشة الملح مهمة جدا، ده حتى سبحان الله لو كلتوا التمراية وركزتوا التمر اللي ربنا خلقه لو كلتوه هتحسوا ان هو مملح شوية مش مسكر بس. الزبطة بقى هي دي. خلاص هنزود بقى، هنحط معانا الكريمة، احنا قلنا ربع كوباية، هحط هسيب شوية بس عشان ايه، انا عايزة قوام معين هوريهولكوا، ومعلقتين كبار من العسل. ونضرب. لو احنا مقللين الكمية، عارفين اللي هيحصل؟ لو احنا مقللين الكمية بتاعة الكريمة هنلاقي البسكوت فصل مننا، يعني هيعمل زي مزيت كده، لكن لو الكريمة مظبوطة هتربط معانا حلو جدا. ننزل الأطراف. معانا نادية. الو، ايوه اهلا وسهلا. مساء الفن والابداع
والحاجات التحفه اللي بتعمليها. اهلا، ازاي حضرتك؟ انت هتجننيني يا سالي بجد. يا حبيبتي تسلمي لي بقى، الشر عنك. البيتي فور اللي عملتيها كانت خطيره. جربتيها؟ بدرجه المداخله اللي انا عملتها معاكي، ناس اتصلت بيا وقالوا لي ايه الكلام الجميل اللي انت قلتيه سالي. قلت لهم دي تستاهل اكتر من كده. تسلمي لي يا رب. ابداع وفن وجمال ونظافه وحاجات متنوعه بتعمليها يا سالي. عارفه انا متابعاكي من امتى؟ من امتى؟ من ايام الاسره والتلفزيون. ياه. كنت بفرح قوي لما الحلقه يقولوا المدام سالي جايه النهارده. ياه، ده من 7 سنين. والله يا سالي زي ما بقول لك كده بجد، يعني انت مبدعه. بسم الله ما شاء الله عليك. الله خلي ماما تبخرك. ماشي، احنا بتوع زمان بقى، خليها تجيب عروسه كده واخده بالك الورق وايه، دي من عين كذا ودي من عين كذا، وانا اول، مع ان انا لا يمكن احسبك يا سالي. الله يخليك. اكيد طبعا، لا المحبين ما بيحسدوش، بيتمنوا دايما والله الخير. ربنا يخلينا، اللي يخليكي لينا يعني انت مبدعه وكل الحاجات الجميله والمعلومات اللي بتقوليها انا يعني بصدقها على طول ورا فيكي. اي معلومه بتقوليها انا يعني ده شرف بقول ليه. عليها اوكي على طول والله. ده شرف ليا والله. ومن خلال بقى برنامجك اللي طبعا المسمع في كل مكان. أيوة. انا بهدي سلامي لام اسلام. أيوة. ومدام احلام حبيبتي بقى لها كتير ما كلمتكيش. لا 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 لا، اتكلمك طب. مدام احلام ومدام سميره ومدام كريمه اسكندريه وكل حبايبي، ومدام ايمان في السعوديه وصلت بالسلامة الحمد لله ونورت القاهرة يا حبيبي. طب الحمد لله. شكرا يا سالي على كل. ممكن اطلب منك طلب يا سالي؟ اتفضلي. بصي حبيبتي، عندي فراولة فروزن. ايوه. عايزة اعمل معاها جيلي، تنفع ولا لازم تتضرب؟ عايزة تعملي ولو معاها، ولو في طريقة قوليها لي انا هقفل واسمعك. عايزة تعملي معاها ايه بس قولي تاني؟ عايزة اعمل معاها جيلي. جيلي مع الفراولة الفروزن. جيلي الوان بس، مش عايزة جيلي فراولة. عايزه تعمليها تورته مثلا؟ ما اقفل تقوليها لي. عايزه تعملي تورته ويبقى عليها الجيلي؟ لا تورته، لا جيلي بس. جيلي بس كاسات. بالفاكهه. طيب يا حبيبتي واخده بالك؟ هقول لك. حاضر ماشي يا حبيبتي، يا ريت تقولي لي بعد ما اقفل. حاضر، شكرا على المكالمه. طيب بالنسبه للفراوله، طبعا بتدوبيها من الفريزر، بتسيبيها بس بره. تاني حاجة بتيجي تعملي الجيلي، بتجيبي باكو الجيلي دايما بيبقى عليه كوبايتين سائل، كوباية سخن وكوباية ساقع. بتدوبي الأول الجيلي في السخن وبس، تدوبيه كويس قوي عشان ميبقاش متخرز، وبعدين تنزلي عليه كوباية ساقع وتبتدي تحطيه في كوبايات، وتحطي لو كوبايات أو في قالب، وتحطي الفراولة. لو عايزة الفراولة تبقى حتة في النص مش 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 بره، تحطي شوية، تحطي الفراولة ترصيهم، تخليهم يسقعوا في التلاجة، وبعدين تحطي بقية الجيلي بس كده. نضرب. بصوا بقى بيبقى معانا عامل ازاي، اهو بيبقى كريمي. ولو عايزين حتت البسكوت جواها لسه، يبقى الجرشة ما تبقاش قوية جدا، بيبقى كريمي وتحفة. نفس الطعم بالظبط بتاع الايه اللي بنشتريه في البرطمانات بره. شايفين كريمي وتقيل ازاي؟ حلو قوي، حلو جدا وارخص، وعاملينه في البيت وريحته بقى بالظبط القرفه والفظيع. ورشه الملح لازم تبقى مظبوطه عشان ايه، يبقى الطعم الحلو. انا ما سمعتش احنا رايحين فاصل ولا. طيب احنا نطلع لفاصل، هكون انا بس عبيت ده في بوله وكيس حلواني عشان اعرف اشتغل بيه، واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل. هفكركم احنا عملنا الكريمه الحلوه قوي دي، اللي هي كريمه البسكوت اللي بالقرفه والجنزبيل، من احلى الانواع الكريمات، اللي زي مثلا كريمه الشوكولاته اللي بالبندق اللي معروفه جدا دي، اتشهرت بقى الفتره اللي فاتت قوي قوي قوي. انا عرفتها الاول، عرفتها ان لقيت ناس صحابي جايين لي زياره البيت وجايبينها لي برطمان كده، فانا قلت ايه ده، انا نوع البسكوت ده انا عارفاه، هم عملوا منه كريمه؟ قالوا لي وطلع موضه جدا. لقيت بعد كده بقى مغرقه الدنيا بقى على الانستجرام وفي كل حته تلاقوها مليانه. بس انا حطيت شويه هنا وشويه حطيتهم في كيس حلواني عشان نقدر
نزين بيهم. نشيل دي على جنب. نبتدي بقى نعمل ايه؟ الوصفه الاولى اللي انا عايزه اعملها معاكم دلوقتي للحلو هي عباره عن كنافه متحمره عادي جدا، وكريمه لباني عاديه جدا برضو مضروبه ما فيهاش اي اضافات خلاص، ومعايا الكريمه دي. بس مهم جدا ان احنا نسكر الكنافه المتحمره دي، لازم تبقى متسكره معانا خلاص. يا اما بتحطوا على الكنافه المتحمره شويه سكر بودره وده انسب حاجه، يا اما شويه شربات، او الكنافه اللي ما تبقاش المتحمره دي هي اللي ساده لكن الكريمه اللباني هي اللي فيها نكهه سكر، فلازم حاجه منهم تبقى مسكره معانا. بحط بقى الكنافه بالشكل ده من تحت، وهحط عليها الكريمه، ولا خليني اكملهم كلهم. وهحط عليهم الكريمه، الكريمه اللباني المضروبه، اي كاسات انتوا حابين تقدموها. انا لقيت الكاسات دي شكلها عجبني جدا، هي مش كاسات، هي يعني لقيتها عند في محل يعني فعجبتني، قلت لي لا مختلفه. وبعدين نحط من فوق بقى كريمه الايه البسكوت. بالتقديمة اللي تعجبكم. انتوا مجرد ما هتدوقوها هتعرفوا قصدي قد ايه طعمها حلو.